رح نرد ناخذ هاي السنجل لوب ماشين. إذن هذا اكزامبل 8-1 من تشابمان فورث اديشن. عندي R بتساوي 0.5 اوف متر. R يعني اللي هي radius تبع الروتر اللي هون. ف R بتساوي 0.5 اوف متر. R 0.3 اوم. من وين راح تيجي ال 0.3 اوم؟ من السلك. ممكن اعتبر جزء من البطارية كمان من هون مثلا، بس هو بشكل رئيسي ال R هي ال 0.3 تبعت السلك اللي موجود هون. هلا طبعا احنا هون عارفين انه السلك قصير زي هيك مش راح يكون 0.3 اوم، بس احنا راح نظاهر انه هاي ماشين حقيقيه. هاي مش ماشين حقيقيه، احنا بس حتى نفهم المبادئ الاساسيه. البطاريه في بي 120 فولت، ال بتساوي 1 متر. 1 متر اللي هو العمق، هذا الطول اللي موجود هون. وبي بتساوي 0.25. هلا السؤال بيسال اول شيء لما نسكر السويتش، طبعا عندي انا هلا هون سنجل لوب، والسنجل لوب احنا هون شابكينها بالسويتش. ممكن نفكر المقاومه تبعت اللوب نحطها هون، اي ار. ايش بصير لما نسكر السويتش؟ هل عندي فلكس؟ انا حاطط فلكس جاهز، فلكس جاهز هيو 0.25. اوكي، ايش راح يتكون عندي لما بسكر السويتش؟ راح يمر كرنت، مش هيك؟ قديش قيمه الكرنت؟ هل في باك اي ام اف يقاومه؟ لا. اذا راح يكون عندي هون، هذا زي السؤال اللي حليته تبع اللينير ماشين، راح يكون عندي هلا IA في RA راح تساوي VB زائد هون عندي أوميجا 0 مش هيك؟ كأنها هاي أوميجا 5 في K. فهون فيش عندي أوميجا، فيش عندي أوميجا، فيش حركة، فهاي مش راح تكون موجودة. فصفة at starting راح يصير عندي I starting بيساوي VB على RA. VB قديش؟ 120 فولت على 0.3 ويساوي 400 أمبير. طبعا هذا رقم كبير، وهذا starting current، هاي مشكلة starting. ولذلك الدي سي ماشين ما بصير اعملها ستارتنج هيك، ايش لازم اعمل؟ لو عندي دي سي ماشين وبدي اشغلها ابداها من البدايه تبدا تشتغل، بمسك السويتش وبسكره، ايش بصير عندي؟ عندي كرنت عالي وفي عندي تورك عالي راح يكون في البدايه. شو بقدر اعمل؟ وازع. علي صوتك. وازع او اندكتيف. مقاومه متغير. ممكن احط مقاومات، الطريقه القديمه كانت بحط مقاومات ان سيريز، وكل ما مشي شوي المحرك وزادت سرعته شو بعمل في المقاومات؟ بعملهم شورتنج. بس هاي طبعا الطريقه القديمه. الطريقه الحديثه ايش هي؟ علي صوتك. بعمل شوي تورك. بدك تعلي صوتك انا مش سامعك. بعمل شوي تورك. لا، كيف ممكن احدد الكرنت؟ ممكن احط مقاومه، حكينا ممكن احط مقاومه اضافيه من هون وبخليهوش يعمل ستارتنج فجاه مش هيك، وبعدين بصير اشيل المقاومات هذول بعملهم شورتنج. بس الطريقه الاصح الحديثه ايش هي؟ باور الكترونكس. بعمل بخفف الفولتج في البدايه وبعدين بصير ازيد الفولتج شوي شوي. اوكي، واللي بشوفه اللي بروح منكم بدرس باور الكترونكس بشوف بقدر الفولتج هون. ليش يكون الفولتج في البدايه 120؟ ايش بقدر اعمله؟ بقدر احطه مثلا يكون 40، بعدين بس تزيد السرعه شوي بعمله 50، بس تزيد السرعه شوي بعمله 60، لما يعمل فول ستارتنج. هاي بستعمل باور الكترونيك ديفايسز. اذا اي اس بتساوي 400. طيب هلا السؤال هون، بعد ما هذا يبدا ويمر الاي اس اللي موجود هون، ايش راح يصير؟ راح توصل سرعه معينه. عند هاي السرعه ايش راح يصير فيه؟ لاحظوا فيش تورك هون، احنا مفترضين انه فيش تورك في البدايه، ما في تورك على الماشين. راح تضلها تزيد سرعتها الى الابد. ايش راح يصير بالكلمات؟ احنا عم نسحب كرنت، ايش راح يتولد؟ باك اي ام اف. راح يتكون باك اي ام اف لانه هذا بدها بدا يتحرك. متذكرين الجنريتر افكت؟ احنا بدينا ب حطينا فولتج، الفولتج ولد كرنت، الكرنت اعطاني تورك، التورك اعطاني روتيشن. لكن الان الروتيشن شو بتعطيني؟ باك اي ام اف. هون صار عندي جنريتر اكشن. الباك اي ام اف راح يقاوم مين؟ الفولتج الاصلي. هلا ما دام ما عندي تورك معناها الكرنت قديش؟ قلنا التورك متذكرين شو بتناسب؟ بيساوي كي في اي في فاي. اذا التورك زيرو معناها اي زيرو، فراح يصير عندي الان في بي بده يساوي كي في اوميجا في فاي. وكي بالحاله اللوب هاي شو كانت؟ 2 على باي. اوكي مظبوط. وفاي نرجع للقانون الاصلي اللي كانت هو دي في اي
وايه هي اي ار ال 2 اوميجا بي ار. اوكي مظبوط. ففي بي قديش في بي عندنا؟ 120 فولت 2 اوميجا هي اللي بدنا نلاقيها مظبوط. وبي 0.25 ار 0.5 وال 1. فبيطلع عندي اوميجا اظن بتطلع 400 ولا قديش تطلع؟ 480 راد بير سكند. اذا معناها لما يكون هاي المشين عم بتلف على 480 راد بير سكند عم بتولد كم فولت؟ 120 فولت. ال 120 فولت بقاوموا مين؟ بقاوموا ال 120 فولت تبعت البطارية. طبعا هو مستحيل ما يكونش في حتى فريكشن، لازم يكون في شوية فريكشن، فاهمين؟ يعني حتى لو كان 5 نيوتن متر فريكشن لازم يكون في شوية فريكشن، بس احنا مفترضين انه فريكشن زيرو، يعني لازم يسحب شوية كرنت عشان يتغلب على ديفريكشن. اوكي؟ إذا في هاي الحالة احنا فرضنا فيش فريكشن ولا في أي فورس، فوصل سرعة 480 عند 480 راد بير سكند عم بولد زيرو تورك. هلا راح نطلع على مفهوم مهم جدا، المفهوم هذا اسمه سبيد تورك كيرف. اي ماشين سواء كانت الكتريكال ماشين، ميكانيكال ماشين، انترنال كومبستشن انجن، ايش لازم يكون فيه له؟ هون عندي سبيد بدكم تحطوها مثلا راد بير سكند فرضا، وهون عندي تورك نيوتن متر. السبيد تورك كيرف هو كيرف بعطيني العلاقة، بوصف العلاقة لهذا الجهاز في الحالة هاي موتور، العلاقة ما بين السبيد والتورك. بالنسبة للدي سي موتور بالحالة هاي لو كان بيرمننت ماجنت دي سي موتور العلاقة لها تكون خط زي. خلينا نطلع على النقطة هاي، ايش النقطة هاي بتقول؟ قديش التورك اللي بولده الجهاز عند النقطة هاي؟ زيرو. إذا هاي اسمها نو لود سبيد. فيش حتى فريكشن. طيب ومثلا النقطة هاي فرضا هون عند النقطة هاي عم بمشي على سرعة أقل من النو لود سبيد وعم بعطيني تورك. هاي النقطة ايش؟ فول لود ستارتنج. لا مش فريكشن، لا هاي ستارتنج. تمام هاي ستارتنج. عند هاي النقطة قديش السرعة كانت؟ زيرو. فأول ما شغلنا هذا هو التورك اللي أعطاني إياه. هذه من ميزات الدي سي موتور، من ميزات الدي سي موتور إنه بعطيني كل ما زاد اللود بيقدر يعمل ينزل السرعة وبرفع التورك، ينزل السرعة وبرفع التورك، كل ما زدت اللود عليه طلبت منه لود أكثر لحد ما أوصل للنقطة هاي. طبعا عند النقطة هاي بقدرش أعطيني تورك أعلى من هيك، هذا الماكسيمم تورك اللي بقدر أعطيني إياه. فبتنزل السرعة، بتنزل السرعة كثير طبعا. فكل نقطة على هذا الكيرف أو هذا الخط هي valid point، هي علاقة valid at steady state طبعا. at steady state بين التورك والسبيد والفيرس.